إذا بعدما حصلنا على النتائج نذهب إلى معاينة الطباعة. إذن كما تلاحظون هذه هي المعاينة. نذهب إلى الجدول الخاص بالأساتذة. تلاحظون أستاذ، ممكن أن أغير تعديل بناء التقرير، إذا الخاص بالمعلم، إذا الحصة في الصفوف الآمدة فيها اليوم أو العكس، إذا ممكن أن أحول هذه هي الحصة وهذا هو اليوم موافق. إذا تلاحظون ستنقلب هكذا، يبقى فقط تعديل أوقات هنا الصباحية والزوالية، لأن يمكن تعديل هذه هكذا. بالنسبة للخط عوض 40 ممكن 5 تكفي، يعني 5 تكفي. بالنسبة للقاعة أو الغرفة الدراسية أيضا 5 أو 7 ممكن هكذا. موافق الموافق هكذا. هذا هو الاستدعاء الخاص بالأستاذ. إذا العمل صباحا مساء، من الأفضل بأن نعطيه هكذا الفترة الصباحية فوق، فترة الزوالية من تحت. نفس الشيء ممكن بالنسبة للغرف، لأن كل غرفة على حدة، مثلا هذه الغرفة واحد تلاحظون، لكن أريد ملخص الغرف، ملخص جدول حصص الغرف، هذا الذي يهم. إذن نلاحظ مثلا هنا سنكتشف أن هنالك غرفة بها أستاذ واحد وليس بها أستاذان. إذن هذه الغرفة بها أستاذ واحد، سنبحث على غرفة أخرى، هي غرفة هنا أيضا بها أستاذ واحد. من أين أتى هذا الخطأ؟ إذن هذا الخطأ بطبيعة الحال أتى من الحساب، حيث أننا أعطينا، إذن نعود إلى المعطيات، أعطينا لكل أستاذ أربع حصص حراسة وواحدة احتياط. لكن الشيء الذي لم أنتبه له وأن هنا 65 أستاذا، لأن عمليا لم نتوصل بسبعة وستون أستاذ، فقط بخمسة وستون أستاذ، أي أن هنالك حصتان لا زالتا غير موجودة. إذن 4 جداء 65 تعطينا 260، ولكن نحن لدينا عدد حصص الحراسة الحقيقي هو 262، إذن هنالك نقص لحصتان للحراسة. إذن حصتان من الحراسة يجب إضافتهما. إذن نعود إلى البرنامج، نعود إلى برنامجنا، إذن نوقف هذا، نعود إلى برنامجنا، إغلاق المعاينة، ممكن أن نذهب إلى جدول الحصص، إزالة المقفلة وغير المقفلة، هكذا، نعم. هنالك مجموعة من الطرق لتدبير هذا المشكل. إذن سنذهب إلى طريقة من الطرق، أي طريقة كائنة ما كانت. إذن المعلمون، نأخذ مثلا مجموعة من المعلمين، معلمون مثلا معلم 65 64 و 65. إذن 64 65 حصة الاحتياط، يمكن أن نزيل حصة الاحتياط ونعوضها بحراسة.
النسخ الى معلم اخر هو نفس المعلم. المعلم هذا 64، اذا نختار 64 ايضا هو نفسه. موافق. اغلاق. نفس الشيء 65. دونك احتياط. وهذا هو مشكل الذي يجعل لنا ان تكافؤ هذا النسخ الى معلم اخر هو 65 نفسه. اذن استاذان سوف يعملان بدون حصة احتياط، قد يكون نوعا من انواع الظلم، لكن يبقى هذا هو الحل، او من لديه حل يقترحه لنا في تعليقات. إذن أخذنا أضفنا حصتين حصتان للحراسة، وأزلنا حصتان من ماذا؟ أزلنا حصتان، سنزيل حصة من هنا، بل سنزيل حصتان. هذه أربع حصص تفريغ وانتداب، سنزيل حصتان، هذه وهذه. حصتان ار ثلاثة، لكن ار ثلاثة هي ما أربعة، يجب أن نزيل فقط حصتان ولكن ليس أربع حصص. هذه لديها واحد، بالنسبة لهاتين الحصتين 6 و 7، ثلاث حصص. سأزيل حصتان فقط. أربعة، خمسة، إن هي الحصص التي أضفناها. أين هي الحصص التي أضفناها؟ تفريغ والانتداب، حصتان قد أزيلهما من هنا، 7. لا أدري ما الذي فعلته، لكن سوف نرى. إذا نذهب إلى جدول الحصص، اختبار، تمت العملية بنجاح، موافق، دقيق، وتم ولله الحمد. إذا نذهب نفس الشيء إلى معاينة الطباعة، إذن هل هنالك أي مكان لا يوجد به أستاذان مراقبان؟ لا أظن. الصفحة الثانية، إذن لدينا أربع احتياط، أربع احتياط، هنا احتياطان 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 احتياطان، ثم أربع احتياط، أربع احتياط، أربع احتياط، احتياطان هنا، أربع احتياط، احتياطان، وهنا خمسة احتياط، خمسة احتياط. إذن كم لدينا بالنسبة؟ 6 7 8، 6 7 8، خمسة احتياط.
إذن الصباحية 5 احتياط 5 احتياط 5 احتياط، وبالنسبة للمسائية نفس الشيء 5 احتياط 5 احتياط. إذا عدنا إلى الاحتياط الأول 4 4، لكن في 31 و1 لدينا و2 و3، لدينا احتياطان هنا 3 احتياطات، احتياطان هنا 3 احتياطات هكذا كما تلاحظون. إذن ممكن أن أضيف شيء آخر بالنسبة لجدول حصص مفردة للأساتذة. إذن بروف أن كما تلاحظون دي صباح مساء، لكن كما تلاحظون هنا ممكن أن يعمل في الصباح وفي المساء. هذا تربوي، يعني لا يوجد من يقول أنه لا يمكن أن يحضر الأستاذ صباحا ومساء، لكن ممكن أن نضيف شرطا بحيث لا يحضر الأستاذ صباحا ومساء، لأن سنرى هذا الشرط إن شاء الله. إذن يمكن أن نضيف شرط. إذن أول شيء نذهب إلى جدول الحصص، نزيل هذا الجدول كاملا، موافق، ونأتي إلى الرئيسية علاقات، نضيف علاقة، نبحث عن دياز 7، دياز 7 إذن العدد الأقصى للأيام التي بها حصص في نفس التوقيت 1، العدد الأقصى للأيام التي بها حصص في نفس التوقيت نتركه 0، هذا 1 نتركه 0، جميع الأساتذة موافق، نتركه عادي، ممكن أن يخرق هذا القانون، موافق ثم موافق. إذا اختبار، هنالك مشكلة التي لا يتم تزويعها. إذا هناك 5 بطاقات، 5 بطاقات للحراسة، يجب أن يعيدها 5 حراسات تعاد، يجب أن تعاد. إذن بروف أن، ولربما هنالك مشكل. نعود إلى جدول الحصص، إزالة كل البطاقات، نعم. إذن نعود إلى المواصفات أو العلاقات، إذن هنا الكل، بس إذن أتينا نضع 1، موافق ثم موافق. نعيد الاختبار مرة أخرى، تلاحظون تم بنجاح. إذا الخطأ كان هو 0، عوض 0 نكتب 1، موافق. بدء العملية، إذا تلاحظون تمت العملية بنجاح، موافق. الآن سوف نلاحظ أن كل أستاذ إما أن يحضر صباحا أو مساء، لاحظوا هنا، إما أن يحضر في الصباح أو في المساء، لا يمكن أن يحضر صباحا ومساء في نفس اليوم، لا يمكن أن يحضر صباحا ومساء في نفس اليوم. إن كما تلاحظون هنا ضروري
إما أن يعمل في الصباح أو أن يعمل في المساء، ولا يمكن أن يعمل في الصباح وفي المساء. إذا نقوم بطباعة هذا الطباعة. يمكن استعمال مايكروسوفت برينت و بي دي اف هكذا في بيرو. نكتب مثلا بروف، إذا لدينا 65 أستاذا، هؤلاء هم الأساتذة، تم طباعة جداولهم كلها. نذهب الآن للشبكة خاصة بالغرف الدراسية، إذا هنا الغرف الدراسية على حدة، الغرفة الدراسية، المادة حراسة، إذا لن نكتب المادة، فقط نقتصر على الأستاذ موافق. تلاحظون هنا بروف، ولكن ليظهر الرقم كما هو نقوم بتصغير الخط قليلا، نعطي الخط مثلا 7 موافق. إذا تلاحظون هذه الكتابة بالنسبة للقاعة 1، قاعة 2 نفس الشيء، قاعة 3، قاعة 4. إذا أثناء معاينة القاعات ننتبه هل توجد أي حصة بها أستاذ وحيد فقط أو ليس بها أستاذ. إذا نلاحظ أن جميع القاعات بهم أستاذان في كل حصة حصة من حصص الامتحان، هذا ما يهم. بالنسبة ل R2 R3 R1 R2 هذه كلها فقط استعملناها كغرف وهمية، وذلك للتعبير عن الاحتياط. إذا حتى هذه نقوم بطباعتها، نكتب مثلا نسميها صال، ننتظر. إذن على بركة الله نذهب إلى الشبكة، نبحث عن الشبكة، إلى ملخص جدول الحصص، هكذا. هذه هي الشبكة الخاصة بالغرف الدراسية أو بالقاعات، نسميها القاعات، لأن هنا دائما نختار الخط ونختار سمك الخط. هنا ممكن أن نختار الخط، دائما نختار الخط 8 يورو، وهنا لنأخذ مثلا 5. موافق. إذن هذه يتم لصقها في الإدارة. يمكن إعادة كتابة ملخص جدول حصص الغرف الدراسية باستعمال برنامج آخر على PDF. نكتب صال ونكتب جنرال، نحتاج أيضا لملخص الأساتذة، ملخص الأساتذة. إذن تلاحظون ملخص الأساتذة سوف نقوم بطباعته، هذا سنحتاجه.
بروف جي نذهب أيضا إلى نتائج أخرى هذه خاصة ب سوف نحتاج إلى كل إذا كل يوم صباحا كان أو مساء يمكن أن نحرك هكذا كذا أيضا نحاول مرة تلو أخرى حتى نحصل على سود إذا R قليلا شيئا ما هكذا هكذا 1 2 3 4 لأنه ضيف هكذا هكذا إذا هذا هو التمرير الصباحي مثلا تمرير المسائي وهكذا لكن كما تلاحظون أن الكتابة لا تظهر بدأت تختفي الكتابة سوف نزيد إذا المادة الحراسة سنزيلها سنترك فقط الأساتذة الذين يحرصون الأساتذة تايم نيو روما يمكن أن أضع مثلا 30% أوكي موافق إذا 30% لا تظهر جيدا يمكن أن نضيف أكثر إذا 30% 40 50 هذا 97% موافق موافق إذا تم ظهور الأساتذة نفس الشيء ممكن أن الخط تيم نيو روما اختار تيم نيو روما ممكن أن يتم تكبير الخط هكذا 61% موافق ثم موافق إذا تلاحظون أن هذه هي الحصة الصباحية هنالك 22 تمرينا تلاحظون لكن لا تنسوا هنالك مجموعة من التمريرات الغير موجودة أي أنها فارغة وهي أنصف الأيام التي لا يكون فيها الامتحان ممكن أن نطبع هذه أيضا ونقول التمرير اليومي تمرير إذا التمرير هذه هي التمريرات الغرف يعني تمرينات خصص واحد مثلا صباحية مسائية غير المدرس إذا احتياط متى يكون احتياط الحالة صباحية أو زوالية إذا نكون قد انتهينا من استعمال جدول تيم تيبلز
لن نقوم بإغلاقه، إغلاق المعاينة، تسجيل، وبعد ذلك نخرج من Ask Time Tables.